تسمعوني جيدا جميعا بلا زحمة عليكم، سواء بالاف سي سي او بال او بال عليكم السلام دكتور. نسمع نسمع. نعم. إذا مثل ما تعرفون أنه عندنا الرينال فيزيولوجي راح نتحدث عنه بشكل إن شاء الله واضح في هذا الكورس. مثل ما تشوفون بالصورة أمامكم بالبرزنتيشن، اليورينري سيستم كومبوزد أوف كيدنيز، تو كيدنيز طبعا، عندنا تو يوريترز ويوريثرا، تو يوريثرا ويوريتر واحد بلس دي اليورينري بلادر او ما تسمى بالمثانه. اللاعب الرئيسي في الرينال فيزيولوجي او في جهاز البولي هو الكيدنيز مثل ما تعرفون، المين اورجن ويتش ريسبونسبل فور كنترولينج ذا فوليوم اوف بلاد. شلون تسوي لنا شلون هي تصير مسؤوله عن السيطرة أو التنظيم حجم الدم عن طريق تنظيم حجم السوائل الموجودة في الجسم، وكذلك التراكيز الأيونات وأيضا الـ pH طبعا، لأن الـ pH مثل ما تعرفون مرتبط بالأيونات اللي موجودة بالسوائل. تعتبر الكيدنيز هي الجهاز أو العضو الرئيسي المسؤول عن الاكسكريشن. تطرح النت تطرح الويست برودكت الى البلد، والبلد راح يمر بالكدني، الكدني هي راح تطرحها. شلون راح يصير هذا عمليه الطرح بشكل رئيسي؟ راح تكون الكدني تشتغل على البلازما، بلازما الدم، بلازما الدم تحولها الى سوبر التريت، سوبر التريت او فلتريت. زين، هذا السوبر فلتريت او الالترا فلتريت راح اما تصير يعني تضيف له مواد او تسحب من عنده مواد، ترفع من عنده مواد، يتحول هذا السوبر او الالترا فلتريت راح يتحول الى يورين فينطرح خارج الجسم. الكيدنيز لها مجموعه من الوظائف، اولها تنظيم او تنظم لنا الماء والشوارد او الالكترولايتس. طيب طبعا اذا كان عندي الانتيك يعني اني اخذ ماء اكثر من او اقل من الطرح، فبالتاكيد راح تكون كميه المواد في داخل الجسم راح تنخفض، والعكس هو صحيح. يعني اذا زاد الانتيك راح الاكسكريشن، مش شوف الواحد يشرب مي هوايه يصير عنده يطرح فضلات او يطرح سوائل خارج الجسم، على مود يصير عندي بالانس بالجسم، لازم احافظ على مستوى معين من السوائل. الوظيفه الاخرى ريسبونسبل اكسكريت برودكتس مثل ما ذكرنا قبل قليل، مسؤول جهاز الطرح الرئيسي مسؤول عن طرح المخلفات النواتج الميتابوليزم اللي تحدث بالجسم عن طريق البلاد، مثل من اليوريا من الامينو اسيد، الكرياتينين فروم موصل كرياتين، اليوريك اسيد من الامينو اسيدز او النيوكليك اسيد، البيليروبين يعتبر الناتج النهائي لتكسر الهيموغلوبين، الميتابولايتس فور فيريس هرمونز زين او اند فورين كيميكالز مثل الدراج والتوكسينز. يعني هاي واحد يشرب دواء شلون يطلع ان يعني الشعور راح يطلع من خارج الجسم عن طريق اليورينال سيستم. زين، طبعا الهرمونات او خلينا نسمي وخلينا نقول الهرمونات اللي بعد ما تتم فعلها في داخل الجسم، زين هرمونات اللي تتكون داخل الجسم اللي راح نتكلم عنها ان شاء الله في الكورس القادم بالدرس الفصل الدراسي القادم الاندوكراين سيستم. فراح نشوف انه الهرمونات اللي تنتج في الاندوكراين سيستم راح تؤدي وظيفتها، لكن رجاء اغلقوا المايكات اذا سمحتم. زين، فالهرمونات يعني راح يتم ازالتها من بعد ما تؤدي فعلها عن طريق يعني
رجاء سدوا المايكات اذا دا يصير صدى ترى بالصوت. اذا الهرمونات بعد ما تؤدي في دورها في الجسم راح يعني يتم طرحها او تكسيرها عن طريق الكبد، لكن الشكل الاساسي او خلينا نقول بالدرجه الاساسيه عن طريق يعني على شكل يعني بلاد يوريا نيتروجين، تسمى بلاد يوريا نيتروجين. ومن صار عندي بلاد يوريا نيتروجين يعني اذا راح تمر عن طريق الرينال بروسيسز. زين زين. اذا التركيز مالت هذه البلاد يوريا نيتروجين او تركيز اليوريا كونسنتريشن هو نورمالي من 7 الى 18 ملي جرام بير ديسيلتر. اي ارتفاع غير طبيعي للبي يو ان يسموه بلاد يوريا نيتروجين مثل ما تشوفون يسوي لنا حاله تسمى ازوتيميا. ازوتيميا وممكن انه تعكس لنا عجز او عجز العجز اللي يحصل في الجهاز البولي. طبعا اكو ملاحظات لو سمحتم او يعني اوجه عنايتكم تنتبهون رجاء انه بالاسفل مثل ما تشوفون الان اكو تعاريف او معلومات اضافيه نجدها بالاسفل، هاي تطلعون عليها اثناء ما راح نرسل لكم البرزنتيشن هذا كاملا او البرزنتيشن اللي راح نرسله لكم زائدا الشابتر. الوظيفه الاخرى للكدني هي يعني تلعب دور اساسي في تنظيم الارتيريال بريشر وعلى المدين القصير المدى والبعيد المدى. زين. عن طريق شنو طرح يعني عن طريق طرح افراز او افراز كميات صغيره من الصوديوم والماء او كميات مختلفه خلينا نسميها احسن. زين. وكذلك او التنظيم هذا في حاله التنظيم طويل المدى، اذا كان على المدى البعيد شلون يتم تنظيم الضغط؟ عن طريق طرح الفاريبل اماونت اوف صوديوم اون ووتر. وبالنسبه للشورت تيرم شورت تيرم ريجوليشن عن طريق طرح الفازو اكتيف فاكتورز اور سبستانس سيتش از رنين، مثل تطرح لنا عن طريق الرنين. ماشي. من خلال افراز هذه المواد الفعاله في الاوعيه الدمويه مثل الرنين. والرنين احنا تكلمنا عنه قلنا شلون يسوي لنا السايكل مالته في عمليه الريجوليشن اوف بريشر. الوظيفه الاخرى طبعا يعني هذا ممكن يكون يعني ممكن ان يكون سؤال للشرح، اقول لك عدد لنا وظائف الكدني واشرح اثنين او ثلاثه من او اشرح اعطينا جزء من عندها احكي لنا عليها مرشحه هيك هيك شغلات. الكدني تشترك في عمليه الاسيد بيز ريجوليشن. من ليش اسيد بيز ريجوليشن؟ لانه يعني عن طريق اكسكريتنج يعني افرازها للاحماض والاسيدز الاحماض يعني عن طريق ريجوليتنج ذا بودي بفر ستورز من خلال هذا مع طبعا تشترك مع الاسيد بيز ريجوليشن مع اللانج بالريسبيراتوري سيستم، اكيد انتم شفت اخذتوا هذا الموضوع. ايضا الكدني مسؤوله عن ريجوليت ذا اريثروسايت برودكشن من نخاع الدم عن طريق افراز الارثروبويتين هرمون تسمى ارثروبويتين، يفرز في الكدني مسؤول عن تحفيز البون مورو لانتاج الكريات الدم الحمراء. مسؤوله ايضا ريجوليت على شوفوا ايش قد كم وظيفه باعوهن اربطوهن كل وحده بمكان كلها مسؤول عنها الكدني ايش قد اهميتها في الجسم. تنظيم الفيتامين دي 3 برودكشن اللي هو يعني مسؤول او الوظيفه الاساسيه والمهمه جدا لتنظيم الكالسيوم والفوسفيت. ايضا مسؤول عن جلوكونيوجينيسيس. الجلوكونيوجينيسيس زين اللي هي شنو معناها؟ معناته يعني تدخل في عمليه تكوين جلوكوز، ايضا لها دور في هذا. مثل ما عرفنا انه الجلوكونيوجينيسيس تحدث في الليفر، لكن هنالك يعني بعض الاحيان مثل ما تعرفون تحدث
جزء كبير منها يحدث منها في الكليه، خصوصا during fasting، يعني الانسان من يصير عنده صيام راح نشوف تلعب دورها في عمليه الدخول في جلوكونيوجينيس. راح نتطرق على الموضوع الاناتومي اند فانكشن اوف ذا كيدني. اولا نلاحظ من الصوره اذا نباوعها نحفظ الارقام راح نفتهم نقدر نفتهم الوظيفه مالتها. اول شيء هي الجلومر اللي يعني مبنيه الوظائف على اربع خطوات اساسيه. الجلوماريولاي، هذا الجلوماريولاي اللي نشوفه هنا، هذا الجلوماريولاي هذا كاملا يسمى جلوماريولاي. احنا مفصليه هنا على مود يعني على مود نفتهم شنو مكوناته الداخليه، بس هذا كله يسمى جلوماريولاي، مسؤول عن شنو؟ flows into renal tubules. اذا الفلو اللي يدخل على الرينال tubules من خلاله، اول مكان يدخل من عنده. المرحلة الثانية والثالثة هي او خلينا نقول الخطوات الثانية والثالثة الأساسية اللي قد عليها من الأربعة، التيوبيول تيوبيول ري ابزوربشن اند سكريشن سوليوت اند ووتر فروم ذا سوبر او الترا فلتريت. هاي المرحلة اما تطرح او تمتص لنا ايش تمتص؟ ان الايونات او الاملاح او كل المواد الداخله او اللي تدخل عن طريق السوبر فلتريت اللي قلنا عليها هي وشنو البلازما. واخيرا عندي تيوبولار فلويد، هاي من يطلع عندي من يخرج هنا هذا يسمى تيوبولار فلويد، يخرج من الكدني عن طريق اليوريتر تو بلادر، منها يروح للبلادر ومن عنده الى اليوريثرا وثم الى الخارج. الدم من الرينال ارتريز، هذا يسمى الرينال ارتريز افرنت وافرنت اثنيناتهن، زين، يصل الى الجلوميرولاي وهو يمثل خمس ما يخرج من القلب، يعني 1/5 of cardiac output. This is the highest tissue specific blood flow. يعني أكبر blood flow يروح من نسيج من أنسجة الجسم هو اللي يذهب دائما إلى الكدني، أكبر جزء من عنده. الباقي هذا وباقي الخم اللي الدم اللي يخرج من القلب يتوزع على بقية أعضاء الجسم، ولكن 1/5 من عنده يذهب إلى الكدني مباشرة. احنا الان راح نتكلم قلنا اناتومي، نتكلم عن الاناتومي والفانكشن اوف ذا كيدني، فاذا نتعرف على الكيدني بشكل اكثر تفصيلا. الكيدني مقسمه الى كورتكس، تشوف هاي هنا عندنا كورتكس، هاي تسمى كورتكس او هنا بالصوره نسمى هاي كورتكس، وعندنا ايضا ميديولا، هذا تسمى الميديولا، اذا قشره ولب. وايضا تتكون هاي بشكل اساسي، وهاي القشره والقشره واللوب او الميديولا كورتكس مكونه من النفرون، هذا يسمى النفرون، ايضا بلاد فيسلز اللي نشوفها، والاعصاب احنا ما هنا ما نقدر نرسمها، يعني ما راسميها ما تبين بشكل واضح. فاذا مكونات راح نتكلم كل وحده على جهه، كل وحده راح نتكلم من عندها على جهه. واضح الامور لحد الان؟ ان شاء الله. احنا بس ملاحظه صغيره انه العدد هنا عندنا 100 واحد معانا في الميتنج، وبالاف سي سي عندنا 109، يعني المجموع اصبح 209 من مجموع 446 دون النصف. واضح؟ ملاحظة تذكروها عدينا. نرجع نكمل هنا نقول أول مكون من مكونات الكيدنيز هو النفرون. النفرون شنو هو؟ It is a tubular system، نظام أنبوبي
It is the basic functional unit, يعتبر الوحدة الأساسية الوظيفية الأساسية للكدني، هي مسؤولة عن كل شيء طبعا، اللي مسؤولة عن تكوين اليورين بنفس من النفرون، هو اللي يكون لنا اليورين بنفسه. ايش قد عندنا اعدادها؟ عندنا تقريبا 1.3 مليون نفرون ان ايتش كدني، في كل كليه من الكليتين عندنا واحد تقريبا مليون و300 الف نفرون في كل كدني، مجموعهم يعني 2600. ثلث من هذه النفرون، ثلثها يعني اذا نقسم 2600 نقسمها على 2 على 3 تطلع تقريبا 800 وكسور من مجموع كدني تو كدنيز. بعد ال 45 الى 50 سنه طبيعيا هي يعني تضمحل وتذهب. زين، هذه ميزه النفرون انه هو من اللي ما يصير له ريجنريشن، يعني الكدني ما تستطيع ان تكون نفرونات جديده اذا تلفت. لذلك المحافظه على الجهاز البولي مالنا من اي عوامل ممكن ان تسبب له اذيه او ممكن ان تسبب له تلف هو من النقاط الاساسيه اللي يجب ان يهتم بها الانسان لغرض المحافظه على صحته، لان هي كلها مرتبطه في عمليه طرح السموم اللي داخل الجسم والفضلات اللي نواتج للميتابوليزم. زين، دنباوع هذه الصوره مالتنا، راح نتحدث بشكل اكثر تفصيلي عن النفرون. من ايش يتكون؟ يتكون اول من ما يسمى بالبومنز كبسول. زين، البومنز كبسول كي يسموها البومن كبسول او ما هي هذه البومنز كبسول؟ تعتبر هي يسموها انفاجينيتد بلايند اند، انفاجينيتد بلايند اند يعني يعني النهايه الانبوبيه او الانبعاج الاعمى، النهايه في النهايه end of tubule، نهاية التوبيول اللي هي الحقيقة encaps the glomerulus. encaps يعني تغطي أو تحتضن ال glomerulus. القطر مالها 200 micrometer in diameter formed by the invagination of tuft of capillary into the dilated blind end of the nephron. هي يعني اذا هي عباره عن قطرها يعني يتراوح بحدود ال 200 ملي مايكرون، انفاجينيشن مع مجموعه من الشعيرات الدمويه في هذه النهايه البلايند اند يسموها. ومن شيء مهم جدا ننتبه وحتى احنا خليكم يا هنا يعني اندرلايند انه البريشر بالجلوميرولار كابيلاريز از هاير ذان ذات ان اذر كابيلاريز بيت. الضغط اللي موجود في داخل هذه الكابيلاريز دائما وابدا اعلى من اي كابيلاريز بيد موجوده في الجسم، في الانسجه الاخرى والاعضاء الاخرى، في اي منطقه من الجسم البريشر بها يكون اقل من الجلوميرولس كابيلاريز، او انه البريشر في داخل الجلوميرولر كابيلاريز از هاير ذان ذات ان اذر كابيلاريز بيد. ننتبه لها هاي الملاحظه مهمه جدا، لانه راح تفيدنا لاحقا نشوف شلون يصير عمليه تكوين السوائل في داخل الجسم، وشنو كل جزء من اجزاء النفرون راح يكون له دور في عمليه ابزوربشن وري ابزوربشن ويسمح لو ما يسمح. زين، الممبرين او الغلاء او الغشاء للجلوميرولار كابيلاريز كولد جلوميرولار ممبرين، كلش مهم جدا ننتبه هذا اللي راح نواجهه كلش هوايه. جلوميرولار ممبرين، جلوميرولار ممبرين. زين، يسمى يعني غشاء او غشاء الشعيرات الدمويه او الغشاء الكبيبي، يعني هي الجلوميرولس يعني الكبيبه انتم تسمعوها بالعربي أما على مدى خاف واحد يحب يترجمها او يفتهمها شنو جلوميرولس يعني الكبيبه، فاذا هذا تسمى غشاء الكبيبي. ايش قد المساحه توتال اريا لكل جلوميرولس واحد؟ هو عباره عن 0.4 مليمتر مربع، هاي الواحد، فاذا نضربها بمليون و3 مليار و1.3 مليون لكل وحده تعتبر تصبح لنا المساحه
السطحيه لهذه للاندوثيليوم مالتها تسمى تطلع لنا بحدود 0.8 متر مربع. تلاحظ شلون؟ اذا نجمعهم كلهن ونضربهم راح تطلع لنا هذه الارقام مقاربه. اللي هاي شنو؟ هاي هي اللي تحدث عمليه في عليها عمليه الفلتريشن. الفلتره تحدث على هذا الغشاء او على هذا الممبرين اللي هو الجلوميرولار ممبرين. وبشكل عام هذا الممبرين يختلف عن بقية الكابيلاري ممبرين بانه يتكون من 3 طبقات بدلا من طبقتين، وقال لي لكم اياها بالبولز وجوها خط همين. انه الكابيلاريز او الجلوميرولار، احنا قلنا اتفقنا انه الجلوميرولار ممبرين هو الكابيلاريز، ممبرين مال الكابيلاريز اللي موجوده وين؟ داخل النفرون. زين، او داخل بالبومن كبسول او من داخل النفرون. هذا الممبرين يحتوي على 3 طبقات بدلا من طبقتين. هي شنو هذه الثلاثه؟ اندوثيليال زين اوف ذا كابيلاري، البيزمنت ممبرين او تسمى بالبيزل لامينه، والطبقه لاير اوف ابيثيليال يسموها بودوسايتس. لاحظوا الصوره التاليه. اذا هذه هي تختلف عن بقيه هذا الكابيلاري لومن، هذه طبقه وهذه طبقه وهذه طبقه، 3 طبقات عندنا موجوده في الشكل مالته او الجدار مال الكابيلاري ممبرين. هنالك لو هنا انتبهنا، هنا لو لا انتبهنا في الصوره بهذه الصوره ايش راح ننتبه؟ شو يصير ننتبه عندنا؟ تسمى خلايا، هنالك خلايا نوع اخر between the basal lamina and the endothelia called mesenchymal cells. اللي هاي المزنجينال سيلز تعتبر كونتراكتايل سيلز. شوفوا احنا هناك عندنا قلنا اكو اضافة الى السموث ماسلز اللي موجودة بالارتريز والارتريوز، عفوا بالارتريوز، الكابيلاريز قلنا ما بيها، لكن هاي شلون يصير بيها كونتراكشن؟ ليه تختلف عن بقية الكابيلاريز اللي ذكرناها مو قبل شوي؟ قلنا تختلف عن بقية الكابيلاريز الموجودة بكل الجسم. انه بها 3 طبقات، هاي واحدة منها هي بها الكونتراكتايل سيلز، يسموها ميزنجاينال سيلز. تلعب دورا مهما في الريجوليشن اوف جلوميرولار فلتريشن بسايز ذا فانكشن، باذر فانكشنز. يعني تلعب دور مهم في عملية تنظيم الجلوميرولار فلتريت، وراح نشوفها لاحقا اذا اليوم لحقنا ناخذها او بالدرس القادم. وعلى الرغم من هذا انه هي متكونه من هذه العدد من الليارات، مو هي 3 ليارات، لكن البيرميابيلتي مالتها النفوذيه او النفاذيه مالتها من 100 الى 500 تايم از جريتر از ذات اوف يوجوال كابيلاري. لاحظوا ايش قد، يعني هاي اجانا قد التاكيد على هذا الموضوع، انه احنا عندنا من القابليه النفاذيه مالتها او النفوذيه لهذه الكابيلاريز هي تفوق من 100 الى 500 مره عن الكابيلاري العادي. قد يسال احدكم، خلينا نشوف هنا ايش كاتبين بالشي يريدون. الصوت ناصب، انت من يمك؟ انا يعني المايك خاله بحلقي بصراحة، أنا أستخدم ديسكتوب فما عندي، مو مايك بعيد يعني اكسترنال، فمن يمكن إن شاء الله الصوت. نرجع نقول إحنا بالنسبة إن ليش النفوذية من 100 إلى 500، أو قلنا إنه هي تختلف عن البقية بها 3 ليارات، لكن على الرغم إنها 3 ليارات النفوذية من 100 إلى 500. قد واحد يسأل، ربما نعطيكم احنا شيء، ليش 100 الى 500؟ كان قلنا مثلا من 100 الى 200. تختلف هذه او هذه الارقام بسبب اختلاف مناطق النفرون او الجلوميرولار ممبرين، جلوميرولار ممبرين. راح نشوف احنا عندنا مناطق مختلفه من هذا التوبولار سيستم اللي نتكلم عليه، تيوبيول. بي هواية مناطق مختلفة، ascending descending transfers كل منطقة بها رقم معين
يعني او خلينا نقول سرعه بالبيرميابيلتي او يعني تفوق الكابيلاري العادي برقم معين حسب المنطقه الموجوده. هذا التريمندس بيرميابيلتي، خلينا نقول هذه القابليه الهائله على النفوذيه مالت الممبرين، سببها منه؟ عندنا مجموعه من الاسباب. اولها اولها الوجود الاف من سمول هولز ار كولد فينستريا ان ذا اندوثيليال سيلز، لنباوع على هذا الموضوع. هاي البولز بورز هاي تسمى فينستريا، شوفوا ايش قد موجوده بيناتهم. هاي وحده من هذا اول سبب. السبب الثاني بريزنس اوف لارج سبيسز ان ذا بيزمنت ممبرين، ايضا عندنا فراغات بالبيزمنت ممبرين، بيزل لامينا او بيزل ممبرين، فراغات كبيره موجوده، هاي تساعد في عمليه ان تكون سرعه الترشيح او سرعه النفوذيه. ايضا incontinuity of the cells that form the epithelial layer which are finger like projection that forms slits between themselves called slit pores. نرجع لهنا، هذه يسموها باعوا، هاي الخلايا اللي احنا بنقول عليها بينات تشكل لنا سلت، هذه اللي موجوده اعدادها كبيره جدا، لذلك هنا فراغات ومنا فراغات ومنا فراغات، راح تسهل لي في عمليه او تضاعف لي بعمليه الفلتريشن. القسم الثاني من التوبيول او العفو من الـ مثل ما قلنا النفرون، وهو التوبيول النبيب الانابيب او الجهاز الانبوبي او شو تسميه، خلينا نطلق عليه يعني التوبيول هو فقط. الحقيقة التوبيول خلال يعني مجرى مالته هذا يعني أو خلال التكون مالته أو الطول على طول المجرى مالته يعني يتكون هذا على طول الأنبوب نفسه هذا من بدايته لنهايته، هيس خلينا نعبر، يتكون من سنجل لاير اوف epithelial سيلز resting اون a basement membrane. طبعا ملاحظه نعرفها احنا دائما انه مو عندنا دائما مو كل الابيثيليال سيلز لاير ريست اون a basement membrane، لكن هنا لا جواها خط انه the tubule is made up of a single layer of epithelial cells resting on basement membrane. الستركتشرال اند اميونو سايتوكيميكال كاركترستيك، يعني خلينا نقول التركيب مالتها او مكونات او شنو نطلق عليها في اللغه العربيه، الخصائص الهيكليه والكيميائيه المناعيه هيك نسميها لهذا الابيثيليال سيلز تختلف من قسم الى قسم بهذا الانبوب، يعني بالديستال تختلف، بروكسيمال تختلف عن الديستال، وهذه مهمه جدا راح ننتبه عليها بعد ما راح نقسم الان هذا التيوبيول الى مجموعه من الاقسام. الصفه المشتركه بين كل هذه الاقسام للتيوبيول صفه مشتركه به، شنو هي؟ presence of tight junctions between adjacent cells، يعني الترابط المتين بين الخلايا الموجودة الواحدة جنب الأخرى اللي تربطهم، تعمل على ربط هؤلاء من ناحية يعني physically link them together، تربط واحد مع الآخر تجمعهم سوية. ويقسم هذا الأنبوب إلى راح نشوف proximal وعندنا loop of Henle، اول واحد بروكسيمال، عندنا بعدين لوب اوف هنلي، زين بعدين راح نشوف عندنا بس هسه ناخذ عناوينهم وبعدين نرجع نحكي عليهم، وبعد ذلك راح ناخذ ديستال كونفوليوتد تيوبيولز، واخيرا كولكتنج تيوبيولز. راح نتكلم عن اول قسم من قسم من هذه الاقسام اللي هو شنو البروكسيمال. بروكسيمال خلينا نباع الصوره، نباع شنو البروكسيمال، باعوا هنا عندكم هذا هو كل نفرون، هذا النفرون تكلمنا نحن نشوف عن التيوبيول، هذا يسمى البروكسيمال، هذا ومن شكلها بروكسيمال كونفوليوتد، بروكسيمال كونفوليوتد. هذا الرسم اولادي،
هذا الرسم ها هو مختصر الشرح اللي راح نحكيه هسه، بس انا خليته بالنص على مود يكون مفهوم لكل الاقسام. اذا البروكسيمال كونفوليوتد اند هي مقسمه او تشتمل على بروكسيمال كونفوليوتد وبروكسيمال سترييتد توبيول. اكو جزء من عندها يكون كونفوليوتد يعني ملتويه، والقسم الاخر يكون مستقيمه، وتقع في يسموها مو قلنا الكدني مقسمه الى كورتكس وميديولا. البروكسيمال والسترياتد لا ان رينال كورتكس along with the glomerulus. نرجع سريعا على الصوره باعوا هذا هنا ما يعني هذا يعتبر هنا الكورتكس. هسه اكو صوره اخرى ان شاء الله تباعوها انتم شو قسم لكم وين الكورتكس وين الميديولا، هو تقريبا هذا الكورتكس. او اذا رجعنا على الصوره في البدايه هاي لاحظوا هذه منهم الكورتكس نفس الصوره اللي هسه وهذا نفرون وهذا الثاني. فاذا عندي كورتيكال نفرون تسمى لانه تقع في الكورتكس وهذه الميديولا. فلو نظرنا الى هذا النفرون باع الكورتكس ماله شلون وين تقع هذه؟ تقع بالبروكسيمال كونفوليوتد والسترياتد. هذه وين تقع؟ تقع بالكورتكس. تمام؟ بالكورتكس. طيب الابيثيليال سيل مالها مال بروكسيمال كونفوليوتد تعتبر الخلايا مالتها هايلي ميتابوليك سيلز، هايلي ميتابوليك مع اعداد كبيره. بما انه هايلي ميتابوليك يعني تحتاج الى طاقه، منها تحتاج الى طاقه معناها تحتاج الى اعداد كبيره من ميتوكوندريا اللي تدعم الرابيد اكتيف ترانسبورت بروسيسز، وهي تعتبر interdigitated one with another and are untied by special tied junction. هذني الابيثيليال سيلز مالتها اذا تدعم شنو؟ تدعم وجود الميتوكوندريا و interdigitated one with other متداخله الواحد مع الاخرى ومربوطه بشكل special tied junction، وتحتوي على الانتراسيلولار سبيس لاترال انتراسيلولار سبيس. ايضا تحتوي على براشز بوردر بما انه ابيثيليال وفي هذا المكان بالتحديد تحتوي على براشز بوردر. ليش؟ بسبب وجود المايكروفيلاي، بمعنى انه الابيثيليال مال بروكسيمال تيوبيولز تحتوي على براش بوردر لانها يوجد عليها المايكروفيلاي اللي موجوده على هذه الابيثيليال. الخاصية الثانية للبروكسيمال هي عبارة عن ري ابزوربشن اللي يحدث العفو ري ابزوربشن اللي يحصل الى بروكسيمال از اسينشالي ايزوتونيك، وننتبه لهذه المصطلحات بالاسود البولد وجواقط. بمعنى the osmolality of fluid in all part of the proximal tubule is approximately to that of plasma. اذا شنو معنى الايزوتونيك؟ انتم اخذتوه اخذتوا السوائل او سويتوا هاي التجارب بدي اخليها بالايزوتونيك الخلايا ايش يصير بيها لكن الان بدنا نتكلم بداخل الكيدنيز وداخل تحديدا داخل التيوبيولز. هي عباره عن شنو هي اذا اعاده الامتصاص؟ هو عاده يكون ايزوتونيك ري ابزوربشن بالبروكسيمال از اسينشالي ايزوتونيك. السبب انه الاوزمولاليتي اوف فلويد ان اول بارتس اوف بروكسيمال از ابروكسيمتلي تو ذات اوف بلازما، يشبه يعني الاوزمولاليتي مات الفلويد لابزوربشن فلويد هو يشبه يؤدي للبلازما فيصبح ايزوتونيك. القسم الثاني هي لوب اوف هنلي، باعوا على القسم الثاني. هو من اسمه لوب من يبدو باعوا يصعد الى الاعلى. اذا هذا يسمى لوب اوف هنلي، هذا لوب اوف هنلي مقسم الى شنو راح نشوفه، بس خلينا ناخذ بعض الخصائص العامه الفيتشرز مالته المهمه. ذا نيفرونز، اول شيء النيفرونز وذ ذير جلوميرولاي لوكيتد ان ذا اوتر بورشن اوف ذا رينال كورتكس،
والحقيقة يعني النفرونات اللي موجودة بالكورتكس تمثل يعني 70% كورتيكال نفرون. Whereas those with the glomeruli and the juxtaglomerular region of the cortex تسمى juxtamedullary nephron تمثل 30%. Have long loop extending down into the medullary pyramid. يعني هي هاي الصورة معبرة عن نفسها تلاحظون. يعني 70% تمثل من عندها في داخل الكورتكس و 30 تسمى بالجكستا ميدولاري او 70% تسمى كورتيكال نفرونز و 30% جكستا ميدولاري نفرونز 30%. اللوب اوفنلي انكلود تشتمل ثين ديسندنج اند وهذا الثين ديسندنج والعفو عندي وذا سن اسندنج والثيك اسندنج. اذا عندي اثنين ثين واحد ثيك. ثين ديسندنج وثين اسندنج وثيك اسندنج. نرجع للصوره. ثين ثيك. ثين اسندنج ثين ديسندنج نازل. ثين اسندنج الصاعد وثيك اسندنج لم. زين؟ الثين اسندنج سيجمنت اوف لوب اوف هندي بيش يتميز؟ انه الخلايا الابيثيليال اليه تكون يعني فيري ثين وما عندها براش بوردر اند وايضا لها عدد قليل من الميتوكوندريا. They are تعتبر شوفوا هاي المهمه اللي هي جوا الخط. They are highly permeable to water but nearly impermeable to urea والصوديوم most other ions. هاي ملاحظه كلش مهمه. احنا نعرف ان الووتر ينتقل بشكل يعني بشكل لا يحتاج لطاقه ولا كل شيء بالدايركت يعني الدايركت موفمنت بتوين تو ممبرينز. زين فلذلك نشوف انه هذه الخلايا لا بها براش بوردرز وما بها ميتوكوندريا وتكون هايلي بيرميابل نفاذيه عاليه للماء ولكن تقريبا غير نفاذية لليوريا والصوديوم and most other ions ما تسمح لهن فيعبرن. 20% من فوت filtered water is reabsorbed in the descending thin loop of Henle. إذا ننتبه للأرقام 20% من هذه الماء أو الفلتر اللي يمر وين بالdescending thin limb of Henle. الأسندنج ثاني thin ثاني الصاعد اللوب اوف هنلي الخلايا مالته من جهه اخرى تكون far less permeable to water but more permeable to urea sodium chloride than in the descending. يعني هذا عكس القسم الاول تكون يعني قليله النفاذيه للماء عكس الاول ولكن تسمح ب more permeable to urea والصوديوم كلورايد واكثر مما كان في القسم النازل اللي هو descending thin descending. السبب مالها لانه الاسندنج thin هذا is impermeable to water. No water reabsorption is take place in this area of nephron. بمعنى او خلينا نقول مو هو السبب مالها ولانه يعني يكون هذا يعني غير impermeable to water ما راح يحدث عندي في هذا القسم water reabsorption ما راح يحدث في هذا القسم. طبعا احنا نتكلم مو عوايكم دا يجري هيك على كيف السوائل دا تمشي بالنفرون هذا القسم ترى هاي اللي احنا نتكلم عليها يعني اكثر اجزاء 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 الثانيه سرعة الجريان السوائل في داخل هذه الأنابيب. فلذلك من نتكلم إحنا عن عملية وظيفة للكدني للأقسام المختلفة نفتهم شلون ده يصير عملية الشسمة الفلتر مالتنا أو التخلص من الفضلات. هاي الصورة موجود أمام كل واحدة من عندها بعض التوضيحات ممكن تفيدكم في عملية فهم الموضوع. نكمل القسم الآخر وهو Thick Ascending يسمى Thick Ascending
القسم الثالث من لوب اوف هنلي. الابيثيليال ماليا سيميلر للبروكسيمال، اذا تشبه البروكسيمال ما عدا هاف يسموها رادمنتري براش بوردر، يعني عندها فد براش بوردر كلش كبيره. الحقيقه يعني الرادمنتري يطلق عليها يعني يقصد عليها يعني بدائيه رادمنتري تسمى يعني بدائيه. زين هذه براش بوردر تسمى رادمنتري او بدائيه. And much tighter than tight junction. Much tighter tight junction. تكون أكثر ترابطاً هذه الإبيثيليال مالتها من البروكسيمال أو يسموه ال descending أو البروكسيمال عفوا proximal convoluted tubules. إذن هاي ميزتين متميزها عن البروكسيمال، تكون بها براش بوردر وتكون مرتبطة أكثر من عندها. هذه الخلايا تكون يعني adaptation يعني تعود او خلي تاقلم على strong active transport of sodium ions potassium وchloride ions. ثلاث ايونات مهمه جدا في هذا القسم، تعمل على الاكتيف ترانسبورت، يحدث في هذا القسم من اللي هو الثيك اسندنج، شنو هي؟ صوديوم بوتاسيوم وكلورايد. من جهه اخرى هذا الثيك يعتبر انتايرلي كليا تاما امبير اولموست انتايرلي تقريبا كليا امبيرميبل، لا يسمح لنفاذيه الماء واليوريا، لذلك ايضا لا يحدث لنا يعني water reabsorption is taking place in this area of nephron. Segment is called the diluting segment. أيضا مطلق يطلق عليه هذا diluting segment، عملية التخفيف. ليش؟ لأن أنت السائل إذا ما راح يصير له reabsorption للماء راح يبقى بكمية من الماء وهاي، فش راح يصير؟ يصير السائل مخفف. زين؟ وهاي ذني الملاحظات، ذني الملاحظات يعني احنا يجب ان ننتبه هنا رجاء، لان هذا الموضوع ترى مو بسيط مثل ما تشوفون، لازم نربط بين الاجزاء مالته، احنا بدنا نفصلها. من راح نتكلم لاحقا عن الفورميشن اوف كونسنتريتد يورين والفورميشن اوف ديليوتد يورين، لازم ان ناخذ بنظر الاعتبار هاي عمليات الابزوربشن وري ابزوربشن بالديفرنت تايب ديفرنت بارتس اوف ذا نيفرون. زين؟ إذن هو يعتبر هذا القسم أيضا الأسندينج الثيك أسندينج، هو الأونلي سيجمنت إن ويتش أكتيف كلورايد بامبينج نورمالي أكرز. أكتيف كلورايد بامبينج يحدث بشكل طبيعي نورمالي. الأكتيف ترانسبورت كان انهبيتد باي دراجز كولد لوب دايرتكس، يعني إحنا هنا من نفهم هاي أو من نريد نعرف أو نفهم ليش يحدث هذا الموضوع، راح ندخله في موضوع العلاجات الادويه، شلون نقدر نسوي انهبيشن او نسوي تحفيز لهذه الاقسام للعمل الاضافي في اذا كان الجسم محتاجه. زين، فمن ننطي احنا يعني مثلا تصير في عمليات في حالات ارتفاع الضغط على سبيل المثال، ليش ينطون دايركتكس؟ الدايركتكس هاي تعمل على خفض الضغط داخل الجسم عن طريق طرح الايونات. فاذا من نجي هنا نستخدم ادويه يسموها لوب دايرتكس، مثل من فيوريسيمايد وايثاكرينيك اسيد اند يسموها بيوتاميتانايد، هذني مجموعه من المركبات الكيميائيه او الدواء تسمى لوب دايرتكس. تعمل بصراحة يعني هذه المجموعة من المركبات، تعمل المركبات يعني تلغي، شو تسوي هاي شو تسوي؟ خليني اوضح لك اياها بشكل ابسط. عندي داخل الانترالومن نومن كافيتي مالته هذه تيوبيولز، التيوبيول اللي نتكلم عنها يعني مو عندي اكو كافيتي او لومن او شو تسمي احنا يعني تجويف مالته، دائما الشحنات تكون بوزيتيف
يعني انترالومينال بوزيتيف تشارج. تعمل هذه على تغيير الشحنات في داخل اللومن على مود تتحول تتوقف عملية التحويل الشحنات من الموجبة أو تأثر عليها بحيث أو تعمل على توقف لنا بالامتصاص عن طريق يسموه النيجاتيف يعني يسموه النيجاتيف ابزوربشن. يصير بالعكس عكس الباسيف، يتوقف الباسيف فيصبح عندي نيجاتيف ابزوربشن. يعني بمعنى اخر هذه الادويه تعمل على تغيير الايونات وبالتالي تعمل على تغيير الايونات يعني تركيبتها في داخل وخارج الخليه وتعمل على ما الانتقال ما بين الجدارين. احنا ناخذ هذا الاخير يعني بشكل سريع او ناخذ بس الملاحظه هذه ونتوقف عليها ان شاء الله قبل ما نوصل للدستر، ولو هو ما بقى له شيء بس ما يخالف. اذا 25% من الفلتر دوز اوف صوديوم كلورايد والبوتاسيوم مثل وبقيه الايونات مثل الكالسيوم والفلورا والكربونات والمغنيسيوم ري ابزوربد ان ذا لوب اوف هنلي مينلي ان ذا ثيك اسندنج لمب مثل ما ذكرنا قبل قليل. ولانه السيجمنت هذا امبيرميبل موست اوف ذا ووتر ديليفرد تو ذيس سيجمنت ريمينز ان ذا تيوبيول، معناها اكثر لانه امبيرميبل راح يبقى عندي الماء في داخل التيوبيول على الرغم من امتصاص يعني لا كميات كبيره من السوائل السوليوت. زين، لذلك يعتبر هنا ملاحظه مهمه، السوائل اللي السائل اللي موجود في هذا القسم من النفرون يعتبر هايبوتونيك فيري ديليوت يعني مخفف جدا ويسمى بالهايبوتونيك. هايبوتونيك نقف عند الديستال كونفوليوتد تيوبولز وان شاء الله نكمل في الدرس القادم. راح نعطيكم الان رابط الحضور لو سمحتم.